السلام عليكم، معكم احمد شوقي من مرحبا. خلال واش تراندينغ. كنبغي نقول لكم بان الحمد لله الحاله ديالي بخير. انا ما كنت نهائيا في حادثه السير. كان واحد الصديق ديالي مسكين، ومشيت زرته بالمستشفى، وكانوا تماك صحافه، ويمكن ظنوا بانني واحد من الضحايا، ولكن الحمد لله ما كنتش واحد من الضحايا. مشيت غنزور صديق ديالي، كان المفروض انهم يتاكدوا، ولكن للاسف سبق السيف العدل. ورمضان كريم، ربي يخليكم، شكرا.